من صباح عليكم من جديد ومنرحب بكل اللي عم بيتابعونا هلأ واللي انضموا لنا هلأ بفقرة الحرف اليدوية أكيد مع أخصائية الحرف اليدوية فيسا. بقى أهلا وسهلا فيكي في. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام، شو أخبارك؟ الحمد لله. إحنا سابقين العيد شوي، عم نحضر هلأ للعيد. أنت المرة الماضية عملتينا، كنتي ببيت وزينتينا عشان عيد الميلاد المجيد. أكيد إحنا منعيد على كل الطوائف المسيحية ومنعيد عليكي كمان في. بس هالمرة حبينا نعملها كمان مرة، يعني بناء على طلب المشاهدين. كثير من المشاهدين طلبوا أكثر من مرة إنه تنعاد، فحبينا نعملها بالاستوديو اليوم. أوكي. رح نعمل بالاستوديو هلأ تزيين الطاولة، بس قبلها رح نعمل ريث للباب. الريث هي التعليقة اللي بتتحط على الباب، رح نعملها بالطبات بالعروق خضار، بس أهم شيء القاعدة رح تكون عنا علاقة. علاقة قديمة عنا. علاقة أواعي. يس، علاقة أواعي، بس رح نفكها ورح نشكلها رح نشكلها بطريقة دائرية عشان تصير هي القاعدة اللي بدنا نلزق عليها العرق. اوكي، يعني مش ضروري يكون كتير شكل دائري، بس يعني شبه دائري. بس شبه دائري، هلا لحالها مع العرق بتكون شكلها الدائري. هاي هي رح نستعمل العلاقة. بس هيك بنعملها دائري وما بنسكرها؟ لا، هاي في إلها هاي التسكيرة. هي بس تطويها على أساس هاي تشبك بهاي. عشان نشبكها. وبتصير عندنا القاعدة، بس هيك بإيدنا بنكونها شكل هيك دائري. أوكي. هلا رح نستعمل الخضار. هذا الخضار هيك ببيعوه حبال، بدنا حبل اخضر. رح نصير نلفه حوالين العلاقة. نلفه على العلاقة يعني. نلفه على العلاقة، هلا رح تتخطى كل العلاقة، ما رح تبين. هلا اللي زياده اكيد يعني بنقصه او بنتخلص منه، ولا هذا الطول كله رح نحتاجه؟ رح نحتاجه كله. اوكي، كل ما لفينا اكثر وتكون جنب بعض جنب بعض باخذه كله. حلو. هلا انا رح احكي كمان عن في اشياء ما بدها قاعده، في اشياء بس بتشكلي. هلا رح نشوف مع بعض طبات حوالين بعض، ومش ضروري يكون لها قاعده، وحتى ممكن احنا نستخدم اي عرق قديم من عنا بتعلق على الباب، بس نجدد الزينه اللي عليه. هلا هاي رح نعمل هذا للباب، وكمان شيء كمان رح نعمل للطاوله. ايوه. اللي بيشوفها مشاهزين ما بتخيل انه ممكن نعمله بطريقه يدويه. صح. هي كتير سهله كمان، انه البيس القاعده هي علاقه ورح نحط عليها الزينه. ممكن الواحد يستخدم غير العلاقه اي شيء مدور؟ طبعا ممكن. طبعا حتى اذا بدك كرتون ممكن. كرتون بس يكون هيك مقوى. اخذناها كلها. كلها هيك صارت. هلا كمان حتى العلاقه، ليش استعملنا علاقه؟ عشان اذا بدنا نحطها على مسمار يكون كثير سهل تعليقها. أوكي. اوكي، او بنقدر نعمل بشبره برضه تعليقها. حلو. هلا احنا هيك نشبكهم ببعض. اوكي، بس نحط نقطه سيليكون عشان يكون نلزقها يعني من الآخر. شغال؟ لا. طيب. مش مشكلة. أوكي، فهي هيك القاعدة عنا. هلا نقدر نحط عروق، العروق الفضية. هلا العرق ما بيجي هيك، وإحنا
من قيم خصل أو من قيم قطع من العرق وبصير بهذا الشكل. إنه ما بنستعمل كل العرق لأنه كبير بيكون، من قيم بس منه أكمن يعني عرق صغير ومنحطهم. طيب هلأ سهل التحكم بالعرق كتير لأنه فيه سلك، فبنقدر نحطه على ونلفه نحطه على العرق اللي عنا. يعني أهم إشي إنه ناخذ العرق ويكون فيه سلك عشان هلأ إذا ما بدنا نلزق بالسيليكون، إذا عنا عروق جامدة ما فيها أسلاك نقدر نلزق بالسيليكون. هدول من وين منلاقيهم؟ في محلات الأدوات المنزلية أو مكتبات اللي ممكن لاقي. لا المكتبات لا. اللي بيبيعوا الورد الناشف. صح، هدول بيكون عندهم أكتر شيء. بس مرات الأدوات المنزلية ما هم بيبيعوا ورد ناشف، فأنا جبتهم من محل أدوات منزلية. طبعاً اللون بيقدر الواحد يختاره زي ما بده، طبعاً حسب الألوان اللي عندك. اشتغل السيليكون؟ لا. طيب نشوف، ما أنا محطوط بالوصلة. أوكي، شفي كتير سهل نحط العروق وبعته هيك منظر حلو، ولأنهم فيهم جليتر فيهم لمعة. ومنفتحهم هيك على العرق، بس لسه ما خلصنا، نحط كمان. هلا أنت بس بدك تحطي هدول ولا بدك تخلطي معاهم كمان؟ بدي أخلط ألوان تانية حسب الزينة اللي عندنا. مثلا إذا عندنا أحمر بنحط مثلا زينة حمراء ومندخل فيها ذهبي أو فضي، حسب إيش الألوان اللي عندنا وإيش إحنا بنحب يعني. أنا نقيت هلا الألوان الفوشي والليلكي وفضي حلو. ومشتقاته. هاي الألوان أظن أحلى ألوان. في ناس بيحبوا الكلاسيك، إذا تعودوا على الأحمر والذهبي والأخضر، فبيحبوا يضلهم زي ما هن، فإحنا حاولنا هيك شوي نجدد لأنه في ألوان كتير هلأ موضة. هاي الألوان موضة هلأ يعني؟ هاي الألوان هلأ موضة، ومن هديك السنة حتى من السنة الماضية كل الفوشي والليلكي كتير موضة، وهالسنة في الأحمر الفائع والأخضر الفائع برضو كتير موضة. حلو. أنا دائما بربط الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد بالأحمر والأخضر. صح دائما صح. يعني لما تشوفي هاي هن الألوان الكلاسيك اللي برضو حلوة كمان يعني. هلأ ميس إحنا عم نحط هدول اللي هن طبات من فلين برضو عليهم جليتر، عم نقيمهم، بناخد وحدة ومنشكشكهم بالخضار. أهم إشي إنه إحنا يمكن نلفهم منيح بالسلك. ما هو إذا فيهم سلك كتير سهل تتعاملي معاهم. طيب نشوف إذا زبط السلك. أيوة زبط؟ بلش. يلا. وبرضو جبنا هذا العرق برضو قصقصناه ورح نحطه بشكل هيك نلفلفه، يعني نزينه زي ما بدنا. زي ما بدنا منزين العرق. بالطريقة اللي بدنا اياها، بس اهم شيء العلاقة ما تبين. اللي هون، فهلا رح نحط كيف شبرة. شبرة. بس قبل خلينا نخلص. حلو انه تكون كلها معبية يعني معبية كتير. حلو. لا في ناس بيستعملوا السنوبر الحقيقي برشوه مثلا بحطوا، في ناس بحبوا لونه بحطوا، يعني مش شرط هاي المواد. في ناس طب هلا السنوبر كيف نحطه هون؟ بالسيليكون. سيليكون. بالسيليكون بنحط السنوبر.
في صنوبر صغير وعادي السيليكون بيلزق على هاد بيلزق بس اذا كان شغال السيليكون بيلزق هاي ما بدنا اياها لا نحط الطبات دول وين ما بدنا هيك نشكشكهم بالعرق هدول إلنا هدايا هاي هدية لكم هاي لا هاي لبيتي طب احنا بدنا هاي ما في لا اياها هون اخذنا هاي ليلى بدها اياها ما في ليلى عيدي طب بدنا اياها هالمره ما رح استحي قال كل مره خاص بجنبك اللي بدك اياه وهذا المره لا خاص نتفاهم بعض ال كل ما كانت معباية أنا برأيي إنه بتكون طبعاً أحلى وأهم شيء بس الألوان تكون كلها لابقة مع بعض طيب إحنا شوي بدنا نعجل عشان نلحق نعمل الطاولة كمان أوكي هلأ ميس بس بدي أحكي لهم بدي أحكي للمشاهدين عن هاي هاي نفس المبدأ بس حطينا طبات كلهم رص ورا بعض حلو ودخلنا بيناتهم شبر هلأ رح نحط برضو الطبات على هديك هي هاي الفرق بين هاي وهاي طيب كلنا هيك احنا هين هون خلص واضحة هيك اوكي هلأ رح نكمل بالطبات بس هاي طبات ورا بعض هون كمان نحط طبات نحط على هاي طبات نقدر نحط واهم شيء بس نجيب اي شبره عليها ورده او احنا بنقدر نعملها بالبيت بس نغطي العلاقه ومن وراء بتبين علاقه وبنقدر نعلق فيها هاي بنلزقها سيليكون بنلزقها بالسيليكون طيب اوكي اوكي خلص هلا مش رح نلزق بالسيليكون يلا مش مشكله أوكي. اوكي بس هيك بيطلع شكلها بنقدر برضه نزيد عليها طبات اذا بدنا او بنقدر نزيد عليها سنو فليكس اذا عندنا مثلا على اليمين وعلى الشمال برضه بنقدر نزينها باي طريقه بس اهم شيء زي ما قلت نغطي العلاقه اللي العلاقة فوق طبعا بالشبره اللي عندنا شبرة كمان ممكن كمان نلفها زي ما بدنا الشبرة إذا ما بدنا نستعمل السلك ونقدر ننزلها إلها الريبنز يكونوا لتحت حلو زي ما بدنا طبعا سهلة على فكرة كثير سهلة وحلوة فكرتها حلوة طيب شو رأيك هلا ننتقل للطاولة يلا تفضل نزين الطاولة اوكي كيف نزينها؟ بدك تساعديني ميس؟ طبعا بساعدك تزين الطاولة؟ يلا اوكي هلا تزين الطاولة بيسكلي بدنا بس العرق واي طبات عندنا هدايا صغيرة ورود عروق بس منشكشكهم بالعرق اوكي اوكي يلا. يعني بنحطهم جوا العرق هلا بنحتاج هدول طبعا الالوان اللي استعملناها الوان برضو الليلكي والفوشي هلا اذا زينا الباب بلون معين لازم كمان الطاوله تكون نفس الشيء انا بحب يكون كله ثيم واحد يعني. طيب هي هدول اعطيك اياهم ولا احطهم اذا بدك حطيهم يلا بحب احط هيك بس بنحطها من دون ما نلزقها ولا شيء ما بيوقع ولا شيء لا لا مش ضروري طيب. لانه اسهلنا بس نضب العرق والطبات نرجعهم زي ما كانوا كل شيء هون عادي بس هو يفضل ما حدا يمسكها عشان ما يوقعوا هو اذا حطيناهم هيك بين العروق ما بوقعوش هيك
أوكي. أنا جبت كمان هدايا هيك صغار برضو نفس الألوان ونحطهم برضو على العرق. حلوين. هاي هون كمان. حلو إنه يكونوا مفرقين. صح؟ مفرقين وألوان هيك مختلفة. في هذه كمان اللي فيهم بليتر برضو حلوين. يلا نقدر نحطهم. أوكي. مش ضروري كلهم ورا بعض بس. أنا برضو رح أستعمل هدول العروق الصغار زي طباط برضو بحطهم على العرق. وجبنا عروق برضو ميس فضي وبرضو بيربل ورد. وهي شايفة السنوبر كيف بيرشوه. حلو. أوكي. هذا هو العرق. هذا مرشوش. مرشوش. هو طبيعي بيكون. حلو كتير. مرشوش. حلو. أوكي. بس هيك من الصوفية. أيوة. أوكي. بس أهم شيء ما يبين العرق اللي تحتاني. طيب خلينا نحط هاي كمان. أوكي بنقدر نحط هدول كمان. هدول شكلهم حلو. هلا إحنا مش ضروري نحط كل هدول اللي عنا. لا 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 يعني. مش ضروري. بس أهم شيء ندخل كونتراست بين الألوان يكون كله لون واحد. هلأ نعمل هيك بالورد بس عشان ما يبين العرق التحتاني تبعها. ندخلها برضه بالعروق. هاي وقعت. معلش. وهاي كمان نحطها. نحطها الجهة الثانية. حلو صار. وكل ما عبينا أكثر كل ما كان أحلى. هلأ إذا إحنا عنا وسع ومحل نحطها زي ما هي مزينة ونحط سيليكون بيكون برضو منيح. نلزقها بالسيليكون. هاي نلزق الطباط بالسيليكون بيكون احسن. مش بيكون احسن. انا بفضل ما نلزق عشان مرات بدك تغيري الديكورات. ما بدك هدول الالوان مثلا بدك تحطيهم محل ثاني. بتغيري بسهوله. اذا لزقناهم بالسيليكون ما بنقدر نقيمهم ولا بصعوبه من نقيمهم. بس بيكون مثلا صعب. مبين اللزق. ما بيكون حلو. ما بيكون حلو شكلهم. هدول كمان قلنا ولا ايش الموضوع؟ لا عشان اعرف شغلي ما يتحفظ. هدول لكم لكم. حتى هاي هلا تعليقه الباب بنعلق لكم اياها شي محل. اوكي شكرا. فين؟ اوكي قربنا نخلص. هيك خلص اخر طابه. هاي بنحطها هون. بنحط هاي بالنص. واذا بدنا بنقدر نحط برضه بشيء بنص الطاوله. يمكن هون لازم نعبي شيء حتى فاضيه. اوكي شو رايك نحط لها هون؟ او بدنا اوكي حلو هيك. اوكي هيك حلو كثير. حبيت. خلص هيك. يس. خلصنا. كثير سهله وبس بدها مواد والعرق. شكرا كثير. حلو لك. يعطيك العافيه. وانت سالمه. وانت سالمه يا رب. كمان كل عام وانتم بخير لكل المشاهدين يا رب.